احتفلت كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة دمياط بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمشاركة وفود من الشخصيات العامة وممثلي الأحزاب لتقديم التهنئة. وأكد الحضور أن المناسبات الدينية تعكس تلاحم وتكاتف الشعب واحترامه لمقدساته، وتبرهن على أن المصريين يعملون يدا واحدة لبناء مستقبل مشرق يليق بالوطن. الكنيسة النهاردة بتحتفل مش بعيد كريسماس أو عيد الميلاد بس، بتحتفل بمصر بانتصار رئيسنا عبد الفتاح السيسي على الإرهاب، بانتصار رئيسنا عبد الفتاح السيسي على التقدم والنمو والرخاء لمصر. عام 2021 شهد في مصر تطورات وإنجازات كبيرة جدا جدا جدا. احنا متوقعين إن شاء الله في عام 2022 هيبقى في تقدم أكتر.